وسهلا كديري لاباس عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم كنصور لكم التليفون الجديد اختي، ما عرفتش كيفاش غنخدم به. المهم جاني شويه بدل الاخر خفيف، هذا شويه ثقيل. المهم الغزالات كنتمنى حتى هذا يدوز فيه المونتاج وداك الشيء يكون هو هذاك. المهم الله قادو لي ايوب دخل لي فيه القناه. المهم قال لي واخا راني بعيد عليك لا كانت شي حاجه، حيت هو اللي كيتحكم ليا في القناه، يعني عن بعد كيتحكم ليا فيها. ربي يحفظه ولا اللي خطي علينا خوت الحنان، لا اللي خطي علينا الخو الحنين. المهم البنات شنو نقول لكم، الاخ كيبقى دائما المهم واخا كيكون راجلك الحمد لله هذه نعمه، نعمه ان يعطيك ربي زوج حنين، ولكن كتبغي حتى الاخ ديالك يكون حنين عليك ويعطيك الحنان وكتحسي به، راه كتحسي بك حتى في عامرين. واخا كيكون هذا زوجك راه عاطيك الحنان عاطيك، ولكن كل واحد ومحبته وكل واحد والحب ديالو في القلب ديالك. يعني زوجك ما يعمرش هذيك البلاصه وخوك ما يعمرش بلاصه الزوج ديالك. المهم كل واحد ربي يحفظهم لينا ويخليهم لينا ان شاء الله. المهم بزاف البنات هذا الفيديو هذا النهار عامر عندي البنات، عامر اليوم عندي عرفتي البنات كيجي اليوم باغي خاصنا نخرجينا ماما، وخاصني ندوج ليهم، خاصني اليوم نعتني ليهم بشعرهم، بان لي شويه بدا شعرهم كينشف، العتناء بالشعر اختي. البنات في نفس الوقت البنات اللي كيشوفوا شعر حكيمه اشنو باش كتغسلي شعر حكيمه، البنات بدلت ليها الشامبو دابا كنغسل ليها بهذا البنات، الثمن ديالو مناسب وفي نفس الوقت اللي عندها وليداتها شعرهم ناشف حالته واقف هكذا. البنات هذا راه تبارك الله الشعر كيخليه زوين رطب، هذا ديال البنان شفتوا البنات، هذا راه دوتشا وشامبو في نفس الوقت، هذا هو البنات اللي كندير هذا، وهذا هو اللي غنعود دابا نغسل به الجنات، جنات لانها بان لي شعرها شويه نشف ليا من القدام، هذا هو اللي غنتبع دابا حتى هو الجنات واخا كبرات نتبع ليها هذا. تبعوا هذا راه زوين، هذا دابا راه مده المغرب، ملي مشيت للمغرب هو اللي كتمادي كنغسل به هذه الحكيمه، كنعومها به ونغسل ليها بها شعرها، فهمتوا البنات. المهم دزت اختي الماجيكا شوب، خديت هذا، خديت هذا البنات هذاك ديال فابولوس هو زوين، ولكن غلا داروا لي دوايور تشواندا، هذا حتى هو زوين، اون يورو 40 حتى هو زوين، حتى هو ريحته راه لا جفيتي بحال هكا الدروج ولا عرفتو، راه ريحته كتبقى عاطيه كاع ما نهضروا على الدار، راه عرفتو ريحته كتبقى راه اصلا مكتوبه فيه كتبقى 24 ساعة زوينة البنات، والريحة ديالو مجهدة. خديت ديال اللي معندهاش مع الريحة المجهدة، هذا زوينة البنات، الحامض ديال الحامض وديال الليمون وديال هذا الفاني، ريحة ديال الفاني. المهم زوينة ريحتو، ريحتو مجهدة ديال الليمون والحامض، هي اللي مجهدة. خديت البنات هذا أمور بدانتي، دابا الحوايج ضروري البنات أمور بدانتي، لان الحوايج كتعود فيهم راكم عارفين دابا كتعود الشتا، الحوايج كتبغي تنشف فيهم خاصه اللي عندها حوايج ديال الخدمه كتبغي بحال كتنشف باش ما تبقاش ديك الريحه خايبه. امور بدانتي ضروري دابا البنات، مازال الشتا الصيف كتستغني عليه، هادوك ما كيبقاش الحوايج مطروشين، وفي نفس الوقت كيخلي الريحه ديالو زوينه في الحوايج، هذا كديري حتى كتبغي تشلي الحوايج حتى تشلي. امور بدانتي مكتوبه فيه امور بدانتي بروفومو البنات، يعني فيه ريحه زوينه. خديت هذا خديتو من الماجيكا، خديتو الحكيمة بحق كتاكل لك شي حاجة برا تمرمد لك الحالة، وخديت هادو البنات هذا بابا اختي، وخديت هادي. المهم هادي راه زوينة البنات، كنت جربت واحد هذا، ولكن اختي هادي اللي كتوافق ليا، هادي زوينة البنات. البنات هادي راه ما كتكحل، اللي عندها بحق بلاتي صاب جنتها ماما بلاتي، هادي البنات هادي ما كتكحلش، اللي عندها بحق مشكل تقول لك لا كتكحل، لا البنات ما كتكحلش هادو الابطين، وهادي وزوينه يعني ما كتخليش ريحه العرق، وفي نفس الوقت
بغيت نقول لكم في السوقس ما كديرش حيت كاينين شي وحدين اللي كيخرجوا الونسيس اي كتكون لك كتحبس العرق، ولكن لا البنات راه الجسم ديالنا راه كيبغي يتنفس، راه ما يمكنش اختي ما يمكنش ديريها هذه راه زوينه وولادي بيدوش صافي. المهم هذيك اختي اللي كتنوضي وكتاخذي ليا شي برودوي اللي داير 5 عرفتي، خديت واحد البرودوي 5 اورو تصوروا خرج ليا الولسيس عرفتوا الولسيس تحيت هو ورجع عادي عرفتوا البنات دير ماشي اي حاجه تقدروا ديروها. المهم ما عرفتش واش انا حيت بشرتي حساسه والجسم ديالي حساس ما عرفتش صافي اختي خديت البنات خديت عند الخضارة كلشي غالي دابا بدا الخضره كتغلى اختي اختي من ام دي حيت ما طيش من ام دي اللي تعدي عندي بها السيمانه في كلشي غلى راه الله يصاوب خصك تمشي على هذا. وخديت البنات الكاكاو امارو اللي كتصوروني اللي كناخذو من ام دي البنات ها هو انا نشارك معكم هذا الشيء الاخر كاع نشارك معكم راه المهم المهم كنشارك معكم الحاجه اللي كتبغوا بحقا تستافدوا منها. هذا بغيت نشوف هانتوما البنات هذا بالصوجه هذا بالصوجه البنات والكاكاو هذا هو الحليب اللي كناخذ انا في الصباح المهم ملي كنفطر هو اللي كنديرو مع المكمل الغذائي البنات. هذا زوين وخاصه اللي كاين حيت النوع اللي ما عندوش مع الحليب يشرب حليب خضار ولا هذا هو اللي كناخذ البنات راه في اورو سبين البنات طاليان اورو سبين ما في المغرب ما عرفتش اختي شمن المهم ما عرفتش المهم كنهضر على البنات الطاليان اللي كيوحلو وهذا ديال فاني هذا المذاق ديالو ديال فاني هو واحد يوم معاه ملي تجيبوه في التقضيه هذه نوصيكم حيت بالزربه كيتحل ملي تجيبوه في التقضيه ديروه الفوق ما ديروش تحطوا عليه التقضيه راه غيتفرقع عليكم وبالزربه كيخسر حيت ضروري خاصو كيف تحل يدار في الثلاجه صافي وسالات شنو بغيت نشارك معاكم ثاني شنو بغيت نشارك معاكم الليت الليت الغزالات دايرين هذا تخفيض انا كنموت على الشموع الشموع راه خديت هادي البنات هادي لقيت وحيده عرفتوا ريحه شمي شمي جنات ريحه الحامض جيلاطي ديال الحامض جيلاطي ديال الحامض فيها ريحه الحامض وهادي البنات فيها ديال الرمان المهم دايرين داير ليهم تخفيض في هذاك ولكن ضروري من خاص ضروري الكود ديال باش دوزيها التخفيض ناقص منهم بحال 5 دراهم 5 دراهم تيكونت تشنتيزم كانوا دايرين 1 يورو تيكونت دايرين ليهم البنات 1 يورو كانوا على مدار 160 دايرين ليهم 1 يورو اوفير ولكن بالكود ديال البنات ضروري تصاوبي الكود ديال اي او اس بي خديت البنات البنات اللي دابا كيعود البرد واللي كتبغي بحال دير الكموميلا كموميلا البنات فين ننصحكم تاخذوا لاتيسانه منين تاخذوها من ليدل عرفتوا البنات هذاك الشيء زوين واثمنه مناسبه هذه البنات راه فيها فيها هانتوما نوريكم شو البنات هذه ديالاش ديال العرق السوس والفينوكيو عرق السوس والفينوكيو يعني النافع وهذا راه زوين البنات انواع اللي بغيت ديال النعناع ديال اللي بغيتي راه كاين في ليدل تاخذوا من ليدل حيت اللي كيقول لي زهر ملي كتاخذي لاتيسان وهذا الكموميل البنات اللي اختي معصبه شويه معصبه شويه وعند اللي عندها كتعاني حتى من الكوليسترول ديري كموميلا واللي كتعاني اللي كتعاني ما كتنعش بالليل ديري كموميلا في الليل راه زوينه كموميلا البنات كتهدف فوق ما عارفين مع ستريس ديال الوليدات صافي انا البنات غير تقضي اختي ديال السيمانه اللي دوز ليا السيمانه صافي بلا ما نتقاسمها معكم شاركت معكم غير الحاجه المهمه وصافي صافي المهم ما كاينش شي حاجه اللي كلشي شاركت معكم غير الحاجه اللي كتسولوني عليها واللي تستافدوا منها عرفتوا جا هذا المهم هانتوما معايا ندوز نوجد بناتي الغداء ونشارك معكم واحد الماسك باغي نديرو ليهم الشعر وانتوما معايا غزالات رجعت معاكم من بعد ما قاديت اختي تقضي البلاصه دزت هنا درت لبناتي البنات بالزربه واحد واحد الباستي اختي بالفرماج وهذا والدنجال واه راه كتجي كتحمق المهم سينا غيجينا الفيديو طويل حاولت ان شاء الله فيديو اخر ونشاركها معكم غزالات خليتها ابارتي دابا غندوز نشارك معكم الماسك اللي غندير لبناتي البنات راه ديجا مشاركاه معاكم
اختي حبرشاد البنات، البنات اللي غيسولوا لي اشنو حبرشاد، وين البنات هاتوا منوري ليكم حبرشاد. راني البنات اللي يجيبوا لكم شي واحد من المغرب ولا اللي هذا راه كنبيعوا انايا البنات، هذا راه كنبيعوا. البنات هنا غندوز كيف ما شفتوا، ماشي غليتو، كبيت عليه الماء طيب، درت تقريبا غير ثلاثه معالق صغار وكبيت عليهم الماء طيب فقط، ما كنشديش تغليه ولا لا تغليه وش البنات، غير تكبوا عليه الماء طيب صافي. وغندي غندور غنطحنوا واحد باش يطلق ليا مزيان هذاك السائل ديالو البنات. صافي هانتوما البنات، من بعد ما هانتوما دورتو هنينا اختي انتيا. صافي كتاخذوا واحد الليبه البنات، الليبه كتاخذوا الرجل ديالها ولا لا كانت عندكم الصفايه، ولكن احسن الليبه، الليبه كتعصروه مزيان مزيان كيخرج هذاك لاصوص ديالو البنات. هذا راه كيقوي الشعر، واللي عندها بحق بنتها شعرها خاوي وناشف وما في ما يتشاف هذاك الشعر البنات، هذا راه زوين ديروا لوليداتكم. راه كنديروا دابا الجنات وكنديروا لصابرين، عرفتوا البنات صابرين راه كنت متبعاه ليها، عرفتوا شعرها كان قوي، ديروا بحكم السيمانه للسيمانه. صافي وغنحيد البنات، هانتوما غنحيد هذاك السائل ديالو، هانتوما غنعصرو مزيان ونرجع معاكم. ما دارت صابرين جا دارتو شعرها، هانتوما الشعر هذا غندوزو نديرو الشعر جنات. هانتوما البنات درتو سي الحكيمه قالت لك حتى هي ديري ليا صافي وانا نديرو ليها. المهم غندوز نشقو ليها مزيان ونخليه ليها البنات واحد الساعه صافي، وندوز نغسل ليها شعرها. صافي هنا الغزالات رجعت معاكم من بعد ما هضره لكم حكيمه كتشرح لكم البنات ولفوا وليداتكم هذه الوصفه هذه، خاصه اللي عندكم بحكم بنياتكم شعرهم خاوي، عندهم الجناب خاوي، عندهم الشعر من التحت خاوي، تبعوا هذه الوصفه راه زوينه. عرفتوا البنات راه هذا كيطول حتى الشعر، اللي عندها بحكم شعر بنتها عاكز دير هذه الوصفه هذه. انا راه كنت المهم تبعها لصابرين، راكم شايفين شعر صابرين كي كان، غير بعض المرات من واحد من كيزي هي تاع صابرين دابا ما كتسمع فيا دابا، هي اللي بغات تقطع شعرها، ودابا ملي عاد تشوف شعر طويل تقولي ماما واو، قلت لها كان عندك تبارك الله كان عندها طويل، ولكن هي اللي بغات قالت لك ماما كيعذبني. ايوا حكيمه حتى هي اختي شوف تبارك الله ما شاء الله. المهم حتى حكيمه غنتبعوا ليها باش يقوى ليها شعرها، حيت فيا شعرها خفيف حكيمه. صافي الغزالات غندوز دابا كتسلم عليكم حكيمه. الغزالات رجعت معاكم، باغا نخرج دابا من بعد ما عومت بناتي ونشفت لهم شعرهم وجدتهم، عرفتوا البنات راه نهار اللي كنعومهم كيسخسخوني والله الا كيسخسخوني، راه كنيفيتي نعومهم بثلاثه، ولكن الا درت لهم شي تشقيقه كنشقق لهم بثلاثه حتى بجوجات، اما حكيم ما كنشققش ليها الصراحه، غير اليوم شققت ليها حتى هي ودوشت ليها معاهم، ولكن الصراحه هذه الوصفه هذه غير جربوها شعر بنياتكم، راه البنات زوينه كتقوي الشعر. شوفوا هنا شوف راه خصكم هذا الشيء بحال اللي عندها البنيات راه هو هذا هو حاله، باش ما تودرش هذا الشيء اختي كنشريو بفلوس ويودروا فيا. كيف قلت لكم البنات هذه الوصفه راه زوينه، عرفتوا الزغبه كتقساح، وخاصة الا تبعتيها الوليدات كيولف عليها. شوفوا من شنو كندير، المتتبعات الوفيات القدامات راكم معاقلين هاد الوصفه هادي، انت مشاركاها معاكم راه جايه 3 سنين، المهم راه مده البنات راه زوينه. تبعوها اللي عندك بنتك بحكم شعرها خاوي والزغبه ديالها رهيفه البنات، راه تعود الزغبه قاصحه. اليوم السبت والحد التليفون عندي ونقولش ليكم سمعوا التليفون ديال بي 10، وباغا نمشي لواحد المحل اللي الهميزات غنديكم لواحد المحل، تسناو فيديو اللي جاي ان شاء الله، راه الهميزات اختي الهميزات. وواحد السؤال اللي بزاف ثاني كيطرحوا عليا الاخوات على هذه اختي،
البنات هذه قالت لي الوالده والله الا شوفي كنسمع هضره امي قالت لي شوفي. المهم هذه البنات شريتها في المغرب. المهم شكون شراها ليا؟ شراها ليا زوجي العزيز الله يخطي عليك والله يكبر بيه والله يعطيه صحيحته. البنات اللي بزاف كيسمو ما كنبغيش نجاوب بزاف اللي سولوني، ولكن عجبتني واحد الاخت اللي عجبتني ديما كتسولني، واحد الاخت اخرى. المهم بزاف البنات اللي سولوا. البنات هذه شريتها من المغرب، الثمن ديالها البنات المهم تقريبا جوج مليون وشي حاجه. انا غير صدفتها وقالت لي الوالده شوفي هذه ديريها في يدك علاش تخبيها، حيت واحد الوحده عطيها لي الوالده قالت لي هذيك ديما مخبيه وهذه اختي ديريها تمتعي بها. واش اللي درت اختي وقت الزمان لمتنا بعدا نكونوا بعدا يوصفونا نديرها في يدي وكما تشوفوا هادش كنديرها ما كنحيدهاش من يدي البنات. هادشي اللي كاين، وهنا غنحبس معكم الفيديو. بزاف الاخوات اللي سولوا لي بزاف المهم مبرومه هاد التشكيل مبروم راه زوينه هاد. المهم رجعوا لي كان قديم ورجعوا لي دابا. ايوا هنا غنقول لكم الغزالات يلاه تهلاو فريوسكم تسناو فيديو جديد. راه الهميزات اختي الهميزات